بسم الله الرحمن الرحيم، تلميذ السنة الثالثة، أرحب بكم إلى حلول الأنشطة المتعلقة بدرس الطرح بالإضافة. أتمرن، أنجز العمليات أو أنجز عمليات الطرح التالية. طبعا عندنا 1655 ناقص 476. إذن نبدأ بالعملية الأولى، 5 ناقص 6 لا أستطيع، أستلف واحدا، أغير اللون، إذن أستلف واحد وأرجعه هنا، ولا نكتبكم أفضل، أستلف واحد هكذا، أضعه بجانب 5 وأرجعه يكون بجانب 7 هكذا، لكن نكتب زائد 1. زائد 1 بجانب 7 هكذا يكون صغيرا نوعا ما. 15 ناقص 6 كم تساوي؟ تساوي 9. 15 ناقص 6 تساوي 9. 5 ناقص 7 زائد 1 تساوي 8. لا أستطيع، إذن أستعير الواحد، أستلف واحد ونقرأ 15. هذا الواحد أرجعه دائما، أرجعه، نرجعه في العشرات العدد الذي يأتي بعده هكذا، أرجعه هنا. إذا 15 ناقص 8 كم تساوي؟ تساوي 7. 15 ناقص 8 تساوي 7. 6 ناقص 4 زائد 1 معناتها 5. 6 ناقص 5 تساوي 1. 1 ناقص لا شيء تساوي 1. مئة وواحد وخمسون ناقص 49. واحد ناقص 9 لا أستطيع، إذن أستلف. واحد ناقص 9 أستلف. دائما أعزائي حين أستلف ماذا أفعل؟ أرجع، وإلا فإني أعتبر سارقا. أرجع، لما أرجع نكتب زائد 1. هنا نقرأها 11. ناقص 9 كم تساوي؟ تساوي 2. 11 ناقص 9 تساوي 2. هنا نقرأ 5 ناقص 4 زائد 1 معناتها 5 ناقص 5 كم تساوي؟ 0. 5 ناقص 5 تساوي 0. 1 ناقص لا شيء كم تساوي؟ تساوي 1. ننتقل إلى آخر. 3 ناقص 8 لا أستطيع، إذن أستلف الواحد وأقرأ 13 لما أستلف وأرجعه مباشرة. لما أستلف أرجع وأكتب زائد 1 هكذا، وإذا خفت روحي أخطأ ماذا أفعل؟ أضعها في دائرة، هذه زائد 1 وش نديرها في دائرة هكذا، دائما زائد 1 نديرها في دائرة هكذا. إذن 13 ناقص 8 كم تساوي؟ 13 ناقص 8 تساوي 5. 6 ناقص 5 زائد 1 6. 6 ناقص 6 كم تساوي؟ 0. إذا 63 ناقص 58 تساوي 5. ننتقل إلى التمرين الثاني. بعد انتهاء الاختبارات حسبت سمية مجموع نقاطها فوجدت 107 نقاط، ووجدت فردوس أن لها 98 نقطة، وتحصل فؤاد على 99 نقطة، أما حمزة فكان له 103 نقاط. املأ الجدول الآتي لتحدد الفرق
أو فارق النقاط بينهم بين سمية وفؤاد. فؤاد سمية 107 وفؤاد 99، إذا 107 ناقص 9 هاي أمامنا 107 ناقص 99، إذا 7 ناقص 9 لا أستطيع، ماذا أفعل؟ أستلف واحدا وأقرأ 17 مباشرة، لما أستلف أرجع. 17 ناقص 9 كم تساوي؟ 8. 10 أو 0 ناقص 9 زائد 1 اللي هي 10 كم تساوي؟ لا أستطيع، إذن أستلف الواحد وأرجعه. 10 ناقص 10 تساوي 0، 1 ناقص 1 تساوي 0، إذن فارق النقاط بين فؤاد وسمية 8 نقاط. 8 نقاط. فارق النقاط بين سمية وفردوس، سمية 107 فردوس 98، إذا 7 ناقص 8 لا أستطيع، أستلف واحدا وأرجعه، لما أرجع أستطيع أن أعمل هكذا في دائرة. 17 ناقص 8 تساوي 9، استعمل الخشيبات. 0 ناقص 10 لا أستطيع، أستلف واحدا وأرجعه هنا. 10 ناقص 10 تساوي 0، 1 ناقص 1 كم تساوي؟ 0، إذن فارق النقاط بين سمية وفردوس هو 9 نقاط. 9 نقاط بين حمزة وفردوس. إذا نحسب فارق النقاط بين حمزة وفردوس، حمزة تحصل على 103 وفردوس 98 نقطة، إذا 3 ناقص 8 لا أستطيع، أستلف. 13 ناقص 8 دائما لما أستلف أرجع، 13 ناقص 8 تساوي 5، 0 ناقص 10 لا أستطيع، أستلف الواحد وأرجعه. 10 ناقص 10 كم تساوي؟ 0، 1 ناقص 1 تساوي 0، إذن فارق النقاط بين حمزة وفردوس هو 5 نقاط. هو 5 نقاط. الآن بين حمزة وفؤاد، حمزة 105 نقاط، فؤاد 99 نقطة. حمزة 103 نقاط، فؤاد 99 نقطة. 3 ناقص 9 لا أستطيع، أستلف وأرجع، دائما لما أستلف أرجع. 13 ناقص 9 تساوي 4، 0 ناقص 10 لا أستطيع، أستلف أرجع. 10 ناقص 10 0، 0، إذن فارق النقاط بينهما هو كم؟ 4 نقاط بين حمزة وفؤاد، 4 نقاط. ننتقل إلى التمرين الأخير. ذهبت سيرين وسلمى وعفاف إلى معرض الكتاب، كان مع سيرين 2000 دينار، وكان لعفاف ضعف ما عند سيرين، أما سلمى فكان لها نصف ما عند سيرين. اشترت سيرين مجموعة كتب ب 1858 دينارا، واشترت عفاف مصحفا إلكترونيا ب 3080 دينارا، أما سلمى فاشترت قاموسا ب 740 دينارا. احسب المبلغ المتبقي مع كل فتاة أو مع كل بنت. إذن سيرين كان عندها 1000 دينار، عفاف كان عندها ضعف ما عند سيرين، عفاف عندها ضعف 2000 معناتها عندها 4000، عفاف عندها 4000 دينار، هكذا نكتبها 4000 دينار. أما سلمى فكان عندها نصف ما عند سيرين، نصف الألفين هو 1000
دينار جزائري. سيرين اشترت مجموعة كتب ب 1858، كم كان مع سيرين؟ كان معها 2000 دينار. 2000 دينار. إذن أولا نجد كم يعني كان مع سيرين، وكم بقي لها، وكم كان مع كل بنت. إذن أولا نحسب ما بقي عند سيرين. عملية هي عملية الطرح، 2000 ناقص 1858 هكذا. 0 ناقص 8 لا أستطيع أستلفه وأرجع. 10 ناقص 8 تساوي 2. 0 ناقص 6 لا أستطيع أستلفه وأرجع. 10 ناقص 6 تساوي 4. 0 ناقص 9 لا أستطيع أستلفه وأرجع. 10 ناقص 9 تساوي 1. 2 ناقص 2 تساوي 0. إذن بقي مع عفاف 102، أو مع سيرين 142 دينارا. هاي أكتبها لكم هنا، سيرين بقى معها 142 دينارا. سيرين بقي معها 142 دينارا. هاي دي. أن ننتقل إلى حساب ما بقي عند عفاف. ندرج إذن خط العملية هكذا. إذن عفاف كان عندها 4000 دينار. 4000 دينار. اشترت مصحفا ب 3080 دينارا. عملية عملية نقص. 0 ناقص 0 يساوي 0. 0 ناقص 8 لا أستطيع أستلفه وأرجع. دائما أرجع، أكتب زائد واحد هكذا. 10 ناقص 8 2. 0 ناقص 1 لا أستطيع أستلفه وأرجع. 10 ناقص 1 تساوي 9. 4 ناقص 3 زائد 1 معناتها 4 ناقص 4 تساوي 0. إذن عفاف بقي معها كم؟ 920 دينارا. هاي عفاف 920 دينارا. ننتقل إلى عملية سلمى. سلمى كان معها 1000 دينار. اشترت قاموسا ب 720 دينارا. إذن كان عندها 1000 دينار، اشترت قاموسا ب 740 دينارا. 0 ناقص 0 0. 0 ناقص 4 لا أستطيع أستلفه وأرجع. زائد 1 نكتب زائد 1. 10 ناقص 4 تساوي 6. 0 ناقص 8 لا أستطيع أستلف وأرجع. 10 ناقص 8 2. و 1 ناقص 1 0. إذن بقي عند سلمى 920 أو عفوا 260 260 دينارا. نشكركم أعزائي على المتابعة، ودمتم بخير.